المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي عملية ديال الماركتينغ الملكي لا أقل ولا أكثر. هذا برنامج اللي ملي كتقارن الميزانية ديالو مع الميزانية الرسمية ديال الدولة في الشق الاجتماعي يلاه كيشكل 1-2% منه. فقط انه هذا البرنامج ملي كيكون شي حاجه اللي غادي يمكن يكون فيها بنايات ويكون فيها تقطيع ديال الروبان ديال التدشين كيديروها باش يبينوا بانه راه الملك هو الفاعل الوحيد في هذه البلاد. هذا انا بالنسبه لي هضره خاويه. الا باغي تخدم بصح باش تخلق مناصب ديال الشغل لعباد الله، خلق شروط ديال اقتصاد منتج، اقتصاد تنافسي، اقتصاد نظيف، اقتصاد قد يوقف امام اقتصاد ديال العالم. اما انت يا جالس كتخسر داك 2 فرنك اللي عندك على الجيش، على الصحراء، على الارشاء ديال النخب وكذا، ما بعيد جدا انه يكون منتج او فاعل او قد يلبي جزءا من المطلوب والمنتظر.